رجعنا للجزء ده تاني. دي اول طيارة اللي اتحط فيها مكنة، بص جنب منه مكنة اهي، وفي واحد واقف جنب المكنة بيحاول يشغلها له، وده الطيار، وورا منه ادي مروحة اهي، وادي مروحة التانية. وتيجي بص، وده دي مؤخرة الطيارة من ورا كده، تبص عليها احسن. اللي واقف على جنب ده هو بيشد له الحبل عشان يشغل المكنة، وده الطيار اللي قاعد فوق. اول ما الطيارات مروحتين دول يبداوا يشتغلوا هيبدا تبدا تطير، ودي الدفه الخارجيه اللي ورا بتاعتها متوصله بص باسلاك رايحه عنده، وهو عمال يشد ايده يمين وشمال ويقدر يطير بيها. اللي فوق دي كانت عجله، طياره بالطياره بس من غير ما فيش فيها موتور. دي اول طياره اتعملت، وعملها لعجلتي اللي هو اللي هما الأخين أخوان رايت. واللي نجحوا فيه هنا النجاح اللي محدش نجح فيه، إن هما قدروا يخلوا الطيارة دي تطير في الجو لمدة ثواني، زي 5 ثواني، وبعدين قدروا بعد كده قدروا يقعدوا بيها ساعة كاملة يطيروا في الجو من غير موتور، من غير حاجة خالص، بس يبدل برجليه. وزي ما أنت شايف عامل لك بالظبط كده السلاسل بتاعة والاثنين اللي هما الاخوات رايت، الاتنين ما راحوش مدارس ولا حاجة، كانوا بيشتغلوا الاول في مطبعجية وبعدين اشتغلوا عجلاتية، واللي قدروا يعملوه ما قدروش يعملوه المهندسين الالمان. كانش لسه حد مصدق ان ممكن حاجة تتعمل بالخشب او الحديد وتطير زي الطيور ما بتطيرش.